الحقيقة شوف العالم كل هالعالم اليوم أصبح اتجاهاته لشركات مساهمة. نعم. وشركات المساهمة هي تعطي يعني العدالة للجميع والمشاركة للجميع بدلا من احتكار أفراد معينين. أبو حمد نسأل نخش على موضوع الأوبك، يعني تأثيرات الخفض المشترك لإمدادات النفط من قبل أكبر المنتجين في العالم بعد الاتفاق التاريخي بين أوبك والمنتجين، كيف بتقرأ تأثيرات ذلك؟ يعني احنا في الثمانينات والتسعينات جربنا ايضا عندما انخفضت الاسعار بشكل كبير جدا، في ذلك الوقت حاولنا ايضا مشاركة المنتجين خارج الأوبك في وضع الحلول. في ذلك الوقت قلنا الأوبك يعني تريد دعم من الآخرين، ولكن في ذلك الوقت يعني كان هناك في رفض من أو مشاركة رمزية أو مشاركة فقط نفسية. يعني وأيضا في نفس الوقت أن منظمة الأوبك في ذلك الوقت كانت هي تستطيع تكون المنتج المرن، المرن بالسوينجر بروديوسر. أيوه. لأن ذاك الوقت كانت الأوبك يعني تسيطر تقريبا فوق في السوق صادرات نفطية فوق 60%. نعم. لذلك كان تستطيع الأوبك في ذلك الوقت أن هي تتحمل العبء الأكبر في عملية تخفيض الإنتاج ومحاولة معادلة السوق وتوازن السوق. نعم. طبعا بس هنا اللعب يعني هنا الأدوار تغيرت بشكل كبير جدا بعد عشرات من السنين. أصبحت منظمة المنتج الأوبك حصتها التصدرية لا تتجاوز 30%، أصبح 70% بأيدي آخرين خارج الأوبك. ففقدت الأوبك ميزة المنتج المرن. وهنا تأتي بأن الأوبك لا تستطيع وضع الحلول أو وضع أو أنها هي فقط تتحمل كل انخفاض أسعار تخفيض الإنتاج، ولأن سوف يستفيدون منه الآخرين. كأن الأوبك تخسر حصته وتخسر السعر في الوقت ولن تستفيد منه. لذلك يعني طبعا كان هناك حرب صامتة في خلال السنتين الآخرتين حول من هو سوف يعني المنتجين خارج الأوبك كانوا ينتظرون، كانوا يعني يمارسون أو يتوقعون من سوف يبكي أولا، فيجعلون أنهم كانت توقعاتهم أن منظمة الأوبك سوف تبكي أولا وسوف تضطر أن هي تخفض الإنتاج بنفسها ثم هم يستفيدون. طبعا في بس أيضا دول الأوبك عرفت أن هذه لا تستطيع أن تبكي أولا، فسوف تستطيع يعني سوف تصمت ولازم أن تصمت ولازم أن لا أن لا تتفاعل بشدة، لأن هؤلاء كانوا يلعبون على لعبة الأعصاب، من سوف يعني سوف يصرخ ثم بسبب تحت عجز المواجنة بسبب انخفاض يعني الدخل والإيرادات والأقريب وكيفية معالجاته، وخاصة في بعض الدول النفطية المشاركة في الأوبك ذات الكثافة السكانية أو ذات يعني الدول التي تواجه عجوزات كبيرة في ميزانيتها. لكن أخيرا صار هذا الاتفاق، وهذا اتفاق مبدئيا جيد جدا، ولكن يجب أن يعني نكون متأكدين أن كل الدول التزام. أيوة. لأن السوق سوف يراقب بشكل كبير جدا الالتزام. ويجب أن نكون أيضا حذرين، أن اليوم قرأنا خبر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يعني عندما زاد إنتاج النفط الصخري وكذا أصبحت سوف تخفض الاحتياط الاستراتيجي، سوف تبيع كميات كبيرة من النفط المخزنة تحت، اللي طبعا كانوا في الماضي خذوا قرار فدرالي بإنشاء التخزين الاستراتيجي. ولذلك الوقت بسبب أن كانت الولايات المتحدة كانت تواجه نقص شديد جدا في إنتاج النفط، وكانت هي تستورد كميات كبيرة من النفط، ولذلك كان حرص أنه يكون لديه استقرار حتى في خلال الأزمات، لذلك خلقت ما يسمى بالاحتياط الاستراتيجي أو الـ SPR أو الـ Strategic Petroleum Reserve. الآن
زاد انتاجها من النفط والمكثفات. ايوه. ف اليوم انا قرات خبر بان الولايات المتحده الامريكيه قررت تخفيض بسبب تخفيض، وهذا ما سوف يؤدي الى تخفيض يعني المخزون الاستراتيجي وضخ كميات ضخمه في السوق. يجب ان نتعامل معها ايضا بحذر. أيوه. ويجب ان يكون هناك التزام فعلي بهذا التخفيض حتى يكون هناك التوازن بين لعده، يعني ننتظر سنوات يعني حتى نصل الى التوازن بين العرض والطلب. قبل ان نتحدث عن العوامل النفسيه للسوق، يعني كيف يكون الالتزام الفعلي؟ يعني بعد الاليه، الاليه واضحه اليوم. اليوم السوق شفاف. اليوم هناك مثل لويس مثل باث عندهم ما يسمى بالتراكينج سيستم، يعني هم اليوم يعرفون كل باخره تخرج وكم محمله من اي ميناء ولاين واين متجهه، وحتى تجهيز البيع الفوري وحتى كل شيء فوري وغيره. اليوم العالم يعني بسبب ما يسمى بالتراكينج سيستم، الستلايت تترك كل يوم البواخر معروفه وين تطلع من وين كم حمله كم وين رايح تفرغ وين. لذلك هذا معروف السوق، والسوق هو اليوم سوق فعلي. لا مجال للسوق الأصلي. يعني لا فعلي، يعني إذا كان في هناك يعني فائض في السوق اليوم، ليش يقول لك في فائض في السوق؟ ليش يقول لك في مليونين برميل مليون. من أوفر سبلاي؟ لأن يعني السوق عارف. أيوه. السوق يعني شفاف، السوق يعلم كم كل دولة منتجة يعني باعت أو أنتجت أو بعثت أو يعني شحنات. ولذلك هناك انت تشعر بان واضح الوضوح، وهذه احنا حتى من التسعينات يعني كنا احنا نعتمد في الاوبك اعتماد كبير جدا على المصادر الاخرى وليس المصدر الدايركت او المصدر يعني كنا احنا في منظمه الاوبك لذلك الوقت في التسعينات يعني او يعني يقول لك والله خفضت الاوبك مثلا مليونين برميل وزعت على بالنسبة التناسب على الدول الأعضاء، لكن كانوا يعني طبعا هناك كنا نقول إنه على كل دولة أن تقدم شهريا يعني رسالة عن إنتاجها. فلقينا إحنا في بعض الدول كانت يعني تعطي تقريرها الشهري غير صحيح، وشفنا وقارناها بالمصادر الأخرى مثل بلاتس ومثل رويتر ومثل لويس وغيره، لقينا انتاجها لما ينخفض وبالعكس زاد في بعض الاحيان. ولذلك في النهايه اخذنا قرار باعتماد المصادر الاخرى وليس اعتمادنا على المصدر المباشر. ولذلك هنا اصبحت يعني ما يسمى بالمعرفه والتكنولوجيا اليوم هي اصبحت يعني اليوم انا ليش اقول يعني التكنولوجيا وكلها اصبحت خلقت العالم قريه وخلقت العالم شفاف.